في إطار انفتاحها على المحيط الخارجي، وبيان منها بضرورة نشر ثقافة التوعية بين المتدربين داخل المركب، وصلت إدارة مركب التكوين المهني بتنسيق مع الولاية الجهوية للأمن الوطني بورزازات ورشاتها التحسيسية، وهذه المرة تحت عنوان المخدرات وأخطارها. وقد أشرف على تأثير وتنسيق الورشة السيد عميد الشرطة محمد عفيفي، حيث قام بدوره بذكر الجوانب القانونية والصحية للموضوع الذي لاقى تفاعلا مهما من طرف متدربي المعهد الحاضرين. اليوم كان عندنا واحد اللقاء بين المؤسسة ديال التكوين المهني مع الأمن الوطني ولاية ورزازات. الموضوع اللي تطرقنا له هذا النهار هذا هو الموضوع ديال المخدرات والأخطار ديالها. النقط اللي طرحنا يعني النقط اللي هضرنا فيهم بزاف هي النوع ديال المخدر من المخدر الآخر، يعني من المخدر الآخر. المخدرات اللي تطرقنا عليهم بزاف هي الكوكايين، الحشيش، الحشيش سميتو الكارو، مع العلم ان الكارو هو اخطر مخدر كاين دابا حاليا، حيت من الكارو الى بديتي بالكارو غادي تطلع شي حاجه اخرى. كانوا بعض الاسئله يعني بالنسبه للعقوبات، العقوبه من شخص مستهلك لشخص كيبيع. يعني صراحه العميد ديال الشرطه عطانا بعض المعلومات، مشكور، وصراحه المحاضره كانت زوينه بزاف، استفدنا منها، ونتمنوا بحال هاد المحاضرات هادو يعني يكونوا في بزاف ديال المؤسسات باش تعمل الفائده. والشباب خصوصا دابا الشباب راه كتلقى واحد المجتمع اللي هو غادي للمخدرات وغادي كيهلك راسو. هادشي اللي كاين، شكرا.